بيحضرني بالكلام اللي بتقوله، بيحضرني حاجة كان طبعا الفنان الكبير توفيق الدقن لما قريت. هو كان طبعا فنان، وبعدين كان عنده لعب كورة، وحد من نادي الزمالك قال له تعال احترف، يعني الكلام ده من زمان جدا، فقال لهم لا انا فنان وهفضل طول عمري فنان. انت بقى السؤال، لو تخير ما بين انك تكون كنت لاعب وتخش في كارير اللاعبين وتوصل لمرحلة احترافية، يعني تاخد الكارير ده، ولا تختار انك تكون فنان وتاخد كارير النجاح؟ بمنتهى الأمانة، لو لعيب في النادي الأهلي ابقى لعيب كورة. بجد؟ لو في النادي الأهلي، لو رجع بيك الزمن تختار ان انت تكمل كلاعب؟ بس النادي الأهلي، لو هلعب في نادي تاني لا. امال يعني. امال ليه رحت نادي تاني؟ رحت، لا انا رحت بعديها، انا بعديها رحت نادي الزمالك لعبت 3 سنين، ورحت نادي الصيد لعبت 3 سنين، والشرقيه للدخان، رحت شرقيه للدخان صح سنة. رحت وحتى في الصيد اتعرفت بقى على مودي، على محمد فضل، محمد من اكتر الناس يعني اصحابي، اخويا يعني، وعلاقتنا هي بقى لها 25 سنه مثلا او حاجه. ان شاء الله. انت وانت صغير بتبقى برضو يعني، هو شرف كبير ان اي حد يلعب في الاهلي او الزمالك او الانديه كلها يعني كبير، اكيد. لكن انت بتبقى لسه بتتفرج يعني، حتى ولسه بتتشكل. حتى لما رحت نادي الزمالك وانا عندي 12 13 سنه، بس اكيد باباك كان معارض يا احمد صح؟ يعني لا 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 لا، اصل هي رياضه برضو في الاخر. وانت الاهلي بقى يعني، النادي الاهلي مشاك يعني، انت برضو طفل والنادي الاهلي مشاك. فرحت وانت برضو ساكن في الحته يعني، انت هتروح الاهلي او الزمالك، مقاولين كان بعيد جدا. مع كل الاحترام كل الانديه، كمان نادي الزمالك نادي كبير طبعا يعني. نادي منافس لكن من الانديه الكبيره، ليه لا انه تروح النادي الزمالك بس فضلت حظك يعني. دي اللي كانت غريبه، لان انت وانت صغير برضو سهل قوي، وخصوصا انا اتعاملت مع ناس محترمه جدا في نادي الزمالك يعني، كان كابتن ياسين مصطفى وكابتن علي شرف الله يرحمه طبعا، فالناس كلها اللي كانت بتتعامل معايا وكانت عارفين ان انا اهلاوي وجاي من النادي الاهلي بيحترموا يعني، كانوا عارفين مدى حبك للاهلي ومدى تعلقك يعني. كابتن علي شرف مره قال لي كلمه انا فاكر، بص انا كنت طفل ازاي، لان الراجل ده كان راجل محترم قوي الله يرحمه يعني، قال لي مش فاكر حد سالني انت اهلاوي ولا زملكاوي، فانا عطلت يعني خايف برضه عيل صغير يعني. صغير طبعا. قال لهم محدش يسال طفل السؤال ده اطلاقا، بس كان تعامله معايا. برافو عليه. طبعا لما تعامله معاك ان انت لو كنت كملت ووصلت لحد ما تلعب فيرست تيم خلاص كنت غصب عنك. طبيعي هتبقى طبيعي خلاص، انتمائك اللي بتلعب الفانيلا اللي انت بتلعب بيها، لكن حبك بيبقى دايما لكن جوه. لفتك الكبيره، انا لعبت في كذا نادي وانا صغير يعني. لا يعني النادي الاهلي زي ما انا فيه زي ما انا سايبه يعني، هو الاهلي يعني اللي بيحب الاهلي ده بتبقى حاجه. هو حبك ليه ما اتغيرش ولا اي يعني؟ ما انت ما شاء الله يعني معروف من حتى دلوقتي يعني، لما نيجي حتى فنانين الاهلاويه معروفين او الاهلاويه قوي. بص هو الفنانين بشكل عام بيخافوا بيخافوا من فكره. في فنانين بقى كنت لسه هقول لك كده، في بقى فنانين بتتعمد ان هي ما تتكلمش عن انتمائها علشان ما تفقدش جمهور معين يا احمد. ما هو بص انا مش مقتنع بالكلام ده ليه؟ انت دلوقتي بتنجح وبتعمل اسم وكل حاجه في الدنيا ليه؟ عشان تتبسط صح؟ تستمتع بحياتك. مظبوط. جزء من المتعه دي، لو انت اهلاوي تشجع الاهلي، لو انت زملكاوي تشجع الزمالك، دي متعه في حد ذاتها. جمهور الاسماعيلي انت بتشوف عامل ازاي؟ جمهور المصري بيبقى عامل ازاي؟ جمهور الاتحاد بيبقى عامل ازاي؟ فانا عشان احافظ على حد ممكن يقول اصل فهمي اهلاوي انا مش هخش له فيلم او بتاع اضيع متعه بالنسبه لي، لا انا عايش حياتي ومبسوط وجزء كبير جدا من متعتي في الحياه تشجيع النادي الاهلي، وامشي ان انا امشي وراه واروح ماتشات. يمكن الفتره الاخيره بقى اصعب شويه، زحمه والدنيا بس بروح برضه. بس زمان كانت اكتر احلى فترات حياتي طبعا، يمكن اوائل الالفينات يعني، بعد ما عدينا الاربع سنين بتوع الزمالك والاسماعيلي لو تفتكر، في اوائل الالفينات لما جه مانويل جوزيه رجع تاني، الجيل الذهبي يعني، مش هنقول جيل ذهبي، ده بقى كنت انا وعمر فهمي الله يرحمه يعني، الله يرحمه ويحسن اليه يعني، ما بتفوتوش ولا ماتش. احنا كنا بنتسابق مين فينا اللي هيقفل في ال 26 ماتش اكتر يعني، مين اللي هيعمل 24 ماتش، مين اللي هيعمل 23، ده حياتنا بس ما بنعملش حاجه غير كده. فده متعه كبيره في حياتك، ان انت بقى تبقى خايف ان انت ممكن تخسر شويه ناس، لا انت خليك محترم، ما تطولش على حد، ما يعني يمكن حصل واقع قريب بيني وبين شيكابالا ساعه ماتش السوبر ده اللي في الامارات. في الامارات انت كنت هناك يا احمد؟ لا ما كنتش هناك المره دي، كنت بصور. وبعدين حصل ضغط على شيكابالا وحصل اللي حصل يعني هناك، فانا اتضايقت منه، مع ان شيكا احنا عيش وملح وفعلا أصحابي. هو بني ادم محترم جدا. فكتبت بوست يعني اجريسيف شويه، اجريسيف كتير كمان يعني، بس ما تعرضتش لاي حاجه فيها قله ادب، بس يعني كان اجريسيف جدا. وبعدين قام جه مصطفى سيف العماري
عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق يعني كلمني قال لي يا فهمي ما يعني ما يصحش انتوا اصحاب. قلت له بص هو عمل ايه مع جمهور الاهلي ومش عارف ايه وبتاع، قال لي في تليفون. فلما ادركت ان انا عملت حاجه غلط ان انا فعلا كتبت بوست، رحت ماسح البوست، مسحته وبعت له مع مصطفى وبعتذر له حتى من هنا من قناه الاهلي من يعني من بيتي. لكن ما اتكلمتش معايا لا يعني كلام عن طريق ناس، لان انا لما اجي حد يبقى متضايق منك ما احبش ان انا اتكلم. طبعا بس هو خلاص هو ما فيش مشاكل يعني، وانا يعني اهو من بيتي اهو. لا طبعا شيء يحترم طبعا، شيء يحترم. وخلي بالك اللي بتعمله ده يا احمد دي مبادئ النادي الاهلي بالظبط يعني. واكيد انت يعني حتى الفتره اللي عشتها في ناشئه النادي الاهلي 3 سنين، لكن اتربيت على كده، واللي بيحب النادي الاهلي عارف كده. انا اغلط اطلع اقول بعتذر لفلان، مش عيب ابدا، مش عيب ابدا. والنقطه الثانيه اللي كنت بيتكلم فيها مهم كمان، ان واحد بيقول انا اهلاوي، طب خايف ان انا اقول اهلاوي او زملكاوي. انا شايف يمكن كنت بتكلم قبل ما تخش، كان الفنانين بيروحوا يتفرجوا على ماتشات الاهلي والزمالك، والفنانين الكبار عارفين ان مثلا عبد الحليم كذا، يعني معروف ان الاستاذ عمرو دياب كذا. بالعكس يعني دي بتدي انت اصلا لما بترجع مصداقيه يعني. على فكره برضو التعصب، في فرق بين التعصب والشغب، وفرق بين ان احنا وصلنا لمرحله مش طايقين كلمه لبعض. لما تيجي ترجع للتسعينات، ده مش بس في الكوره مش طايقين لبعض كلمه طبعا. مش بس للكوره، عشان ما نظلمش برضو الكوره، عشان السوشيال ميديا قربت المسافات قوي، وكل حد بقى عنده اكونت مستخبي ورا كيبورد بيقدر يقول اللي هو عايز يقوله. لكن انت مثلا ساعات بقعد افتح، سيبك حتى من ماتشات الاهلي، بس تفتح ماتشات في التسعينات، الجيل حتى بتاع نادي الزمالك اللي هو فيه اسماعيل يوسف وفيه احمد رمزي وفيه واشرف قاسم، جيلكو يعني يعتبر التيشيرت اللي هي كانت اولمبيك دي وبتاع، بتقعد تتفرج عندهم حد اسمه مايكل ايوب تقريبا بيعمل فيديوهات بيعمل فيديوهات حلوه جدا. فانت بترجع للنوستالجيا حلوه، في تعصب مش عايز الزمالك يكسب ومش عايز، بس ما كانش بالاحتقان الموجود يعني دلوقتي. فزي ما حضرتك بتقول لو غلطت اطلع اعتذر للبني ادم اللي انت طبيعي. غلطت فيه يعني، ده دي مبادئ النادي الاهلي. وانا زي ما قلت لك انا فعلا اتولدت في النادي مش متربي في النادي يعني.